فرصة والحكم كيعلن على الخطأ والإنذار. أعتقد بأنه لمسة يد. الحكم كيعلن على خطأ والإنذار من الحكم ديال المباراة جلال جيد. أعتقد بأنه كان بالفعل هناك لمسة يد من المهدي النغبي الذي أراد يعني تمويه على الجميع. دفاع بسرعة عند فريق الكوكب المراكشي. عسلامة بن جلون، عسلامة بن جلون كيبحث على المساندة. عسلامة بن جلون شديدة، شديدة قوية، شديدة قوية لكن مشات بعيد. كانت محاولة لفائدة عسلامة بن جلون، لاعب عنده تجربة كبيرة من عنوان فريق الكوكب مراكش هذا الموسم. لاعب سابق لوداد فاس للمغرب الفاسي. من جديد عند العرجون كيلعب كرة في الجهة اليسرى. أسامة غريب، غريب كيبحث على أحمد حمودان، مشى في الجهة اليسرى. حمودان يعني لاعب بإمكانه أنه يحمل الخطورة. ترفع الكرة سانتوس، رأسية، رأسية فوق مرمى الحارس محمد البعيوب. سنتيمترات كان بإمكان سانتوس أنه يفتتح النتيجة برأسية، ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس محمد البعيوب. من جديد تابعوا التمريرة عند أحمد حمودان. حمودان تمكن أنه يحصل الكرة ثم أنه يمرر. لاحظوا التمريرة ديال اللاعب والمدافع أسامة غريب، ورأسية ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس. أسفل الترتيب عنده فقط 12 نقطة في انتظار أكيد المغرب التطواني نتائج أكيد ونرجع. هذه فرصة، فرصة تمريرة يعني خالد الصاروخ وضع الكرة أمام المهاجم سيلفا سانتوس. اللي يمكن نقول بأنه الكرة اللي تابعنا الآن يعني ما تعاملش معها بشكل ذكي أمامنا خالد الصاروخ اللي يعني قام بشكل خاصو يقوم به. لاحظوا هنا التمريرة باتجاه حمودان. هذه فرصة، فرصة لبعض الكوكب المركزي تسديدة. كانت فرصة بواسطة لاعب ياسين الدبي. كانت محاولة لفائدة فريق الكوكب المراكشي. كانت فرصة بعد المراوغة داخل مستطيل العمليات يسدد وتدخل الحارس أحمد رياض. ضربات ثابتة بإمكانها تكون حل من الحلول بالنسبة للفريق. طلعت كرة راسية، فرصة ومحاولة خطيرة لفائدة فريق الكوكب المراكشي. محاولة اللي ما مشاتش بعيد على مرمى الحارس أحمد رضا التكنوتي. ودائما صاحب الخطورة هو ياسين الدهبي. لاحظوا الرأسية مشات جانبا من القائم أيمن. محاولة خطيرة للكوكب المراكشي. كذلك تواجد المهدي النغمي على عين. غنتابعوا خالد صاروخ يسدد جميلة، وتدخل الحارس محمد بعيو اللي كيبعد الكرة للزاوية. كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق اتحاد طنجة. ولاحظوا أكيد شجاع تكون محاولة وضع الكرة داخل مستطيل العمليات. لعبت الكرة دائرية ولكن مشات فوق المرمى، مشات فوق مرمى الحارس محمد باعيو. زكريا ناسيك وافد أداء الحكم يعني دون احتساب ولا دقيقة على مستوى الوقت بدل الضائع. الحكم جلال جيد يعلن نهاية الجولة الأولى بتعادل سلبي 0-2. جولة يمكن قول عنه اتحاد طنجة تحول العديد من الفرص. هذا هو اللي دائما كنحثوا عليه بانه نتابعوا ملاعب الوطنيه بهذا الشكل، نجيو نشجعوا كيف ما كانت النتائج. وهذه هي الصور الحضاريه دون انه يكون هناك صور التي تخدش الروح الرياضيه. تعطات انطلاقه ديال الموجه. قلت بانه حتى كذلك الكوكب المراكشي جعفر عاطفي ومريانا كان هناك حديث مع اللاعبين حتى انه الفريق يبقى بهذا التنظيم ولما لا استغلال الفرص. انس اقشمر، محمد العمراوي، احمد الشتوف، كومتينك بابلو اللاعب الغيني، وايوب الخريقي. ايوب الخريقي اللي ذكر بانه رجع اللي تعزيز صفوف. هذه فرصه، فرصه لبعيده فريق اتحاد طنجه. حمودان، حمودان تسديده، تسديده احمد حمودان وتدخل الحارس محمد معيو. اول محاوله، اول تهديد في بدايه هذه الجوله الثانيه لفائده فريق اتحاد طنجه. قلت عوده ديال ايوب الخريقي اللي كيرجع لمسانده الزملاء ديالو. ايوب الخريقي صاحب عبد السلام بن جلوك ينتظر المسانده. تمريره ممتازه في الجهه اليسرى عند ياسين الدبي. الدبي شوط يعمل داخل المعترك. ياسين الدبي محاوله المراوغه وتسديد كيسدد، ولكن الكره كتمشي فوق المرمى. ولكن اعتقد زاويه بالفعل، زاويه لانه لمسات لاعب رضوان المرابط وتغير
الاتجاه ديالها. لاحظوا ياسين الذهبي ينتظر العب الى حبيبي، رفع الكره داخل المعتق راسيه، كانت راسيه كتمشي فوق مرمى الحارس احمد رضا التكناوتي، كانت بواسطه لاعب جمال برارو امامنا. جمال برارو كيصعد داخل المعترك، دائما محاوله ابعاد الكره من خالد اسقاط تيون اوسينو، كيتمكن يوضع الكره اوسينو بامكانه يمرر بالفعل عند سانتوس. سانتوس هذه فرصه رفعت كره ممتازه وتدخل الحارس، يعني خالد صروخ رفع الكره ولكن تدخل الحارس محمد بايوب. وتابعنا ضغط ديال فريق اتحاد طنجه دائما في بحث عن الطرق المؤديه لمرمى الحارس محمد بايوب. لاحظوا هنا التمريره من الجهه اليمنى لمهدين الغبي الوان فريق اتحاد طنجه. لعبت كره هذه فرصه سيلفا سانتوس، خد الكره بالصدر ديالو يسدد والكره في يد الحارس محمد بعيو. ما كانش تسديده قويه، لاحظوا التمريره الجميله، كان عنده الوقت الكافي، خد الكره بالصدر، كان عنده جوج الحلول اما انه يمرر. اتحاد طنجه في هذه المواجهه حنا كنلعبوا الان دقه سوستين، دائما التعادل سلبي صفر بين هذه فرصه لفائده فريق الكوكب المراكشي. تمريره والكره في الزاويه، كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق الكوكب المراكشي من الجهة اليسرى بواسطة لاعب كريم الهالي، كيسترجع كرة لخالد الصروخ. هذه فرصة لفائدة فريق اتحاد طنجة بواسطة أحمد حمودان. حمودان رفع الكرة داخل المعترك الرأسية، الهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة بواسطة أحمد حمودان على بعد 10 دقائق من نهاية بدء المباراة بعد محاولة كانت خطيرة لفائدة فريق اتحاد طنجة لوصل البحث عن الهدف. المتابعة الجميلة لأحمد حمودان والهدف الأول لفائدة فريق اتحاد طنجة وفرحة كنقول بأنه هستيريا في المدرجات بالملعب الكبير بطنجة. يعني فريق اتحاد طنجة لم يتمكن من فك لغز هذه المواجهة بعد محاولات كثيرة ومحاولات جادة كيتمكن من تسجيل الهدف. كنتابعوا أكيد المحاولة من جديد، رفعات الكرة الرأسية ديال المهدي الغبي، كضرب الكرة في القائم الأيمن وأحمد حمودان في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. هدف أول، تسجيل هدف ديال التعادل. هناك كذلك تواجد لاعب كريم الهالي. خالد أسقاط لعب الكرة ولكن فوق المرمى، يعني ما تمكنش انه يسدد لانه كما قلت حتى ارضيه الملعب اصبحت مبلله، وبالتالي التسديده مشات فوق المرمى. ولو ان اتحاد طنجه يعني المصلح سيلفا سانتوس. سانتوس كيلعب كره في الجهه اليمنى عند لاعب خالد صروخ. خالد صروخ كذلك ينتظر الصعود ديال رضوان المرابط. بالفعل رضوان المرابط غادي يمرر، هذه فرصه راسيه ما تمكنش من انه يوصل الكره. دائما حمودان، حمودان كيلعب الكره ولكن فوق المرمى. كانت فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه وثلاث دقائق كوقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه والمباراه. واتحاد طنجه يسير نحو اكيد لتحقيق ثلاثه ديال النقاط، يقدم مستوى طيب رفقة فريق اتحاد طنجة منذ قدومه من الجيش الملكي. وبعد التأييد الحكم يعلن نهاية المباراة بفوز مستحق لفريق اتحاد طنجة.